رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. حلوحة هاي مركي إنا نراعنه بيت كان ضمبئه وكل محظور وحا إنه قدن بيسي يذن سجر وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار، واجب ما يمنكره يذو أودي واجب ك الغلاء من لها ماشي أن يجرين، هذه ضرورة ملجئة أي جرته وقفك كخص بيه أما كخص بيسا يقفك إن وحا عنو أما أسمايه، هذه ضرورة لسوء جرتنا هل كان تحريمك وكبحايا وحانو كسو مثال إني مسألة دي يذو هيد معروف كافة من الضر غير باغ ولا عاد، أو أي تهي قاعدة دي هيد الضرورة تبيح المحظورات إن ضرورة يضو وضع فرطه أما أي بني ستو وحال وحي لا راوي أما الحران تيني ما يهل كاسا نسوي فهمني، لكن طبعا ما كل ضرورة تبيح المحظورات ضرورة والبما هنه وحي لا ذا هالبيك بيلا ذا أو حليه وكل محظور وحكى استقال الرابي مع الضرورة ضرورة لجلك حالة أهاتي بقدر ما تحتاجه الضرورة، ضرورة ذو أنت أباها انتهي بين قنيسة، يعني بمعنى وامحي ضرورة مصوما تبيح المحظورات بالليلي صوما وحا إيضن الدبتها عن قاعدة إيضو حلبيقي سؤين له، الضرورة تقدر إيش بقدرها ضرورة ويتاها وحي حرنا والغوبانيها، لكن وإنها باهدة مركا قفك هاي ستوى إنه يكون جانجو أنتو كسر جو أنت هاي أو باهدة سوحكا بضان آمو هاي دافين عيده جرين قفك مركي قاجاو لمنيو اللي يري بختي وعوني كرا أما اللي يري هراد بو هلسوي هاي إنو ساع ودنتو اللي يري هدي عندها وعدايو والصحبة مثلا كذلك أو ماشي وحده وعبو أنا يجري إلا وائل خمرة وكجرا مويان ويسجد الجين كراسين نصد اللي بد بادي هدي اللي يري دو حال هدي إذا مركينا الدهديد وإنت أصوى مركا لعن سحضايا للا خمرة تلاقي لعن سي قشتو لما أقلا وإنت أصوى هدنا قاجدو حق النوبة الرئيساية خنزير كي بختي ميت كينا وحان كسي ردنا يسلد قنديكان كسي ردنا يا متلاقدان سي غشنا وانت دباتان وتي ماضا تاس معنيه ذا ما، ولذلك ديبك جرا وحي تاي حتى مسائل فربضنا مانت يورب ضروره لو بني ددكو ضروره كوما استاغا، ولذلك سد ذريعه هاد موداب انو شقيه وحل لو خي ضروره ليرا حركه ساكيو فافاي اكس ال نقضي او مالو لبحشو الى غش ضروره دو يعني هدي اي تاي كوبكا بيها ان نعبد ضروره هدي اي تاي تكوف كلا وإنا نراعين وإنا نحتاوح هل قادة من العقد جار في السنة بيو إنا كدبا كبان محايا لإنتا سيد ضرورة إسيسي هذا مركو حليا وكل محظور وحكى الصالة الرابي
مع الضرور مع الضرورة ضرورة لجركيد حال أهذي أي مع وجود ضرورة بقدر ما تحتاجه أنت أبا أنت هاي مجيدوي الضرورة ضرورة هذا فيني هل كان مركب بيك أو حين نقرأ حسنا من حي كي هرب أو ها إنه حال الرعينة يهيت وعلى كل بيك سديدي تمناد ومكبحين مكبلا بينا وحليها الناظم رحمة الله عليه وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين وحن دي شيء لها قيبان هالظهري كنت أسئلة فربضا وأدي سويديسان ويوروبا وذا دوحون سقى فطوضان أصوش اللي قد دولي لها مركب مسائل فرضان نقصي سأي أجرة نعم بلانت أنو حيث عاونا كبحنا ونسكو دينا هدية أتفلق إذنك كاري كرتان وإلا وان أركدو أنه هل كينا لقارت أمثلة ترادة بضان فانكا كو عموغ دارون هانتي واضح بو إذن نقرأ لكن انتان إسسارو أن كبوذي كرا لكن وحاكا ونكسن قضى بالبو إنا انتان فاهنو تسالوين الضل دقنسي تسالوين كو حقوم مغضا وعليا شيخ رحمة الله عليه وكل وترجع الأحكام أحكامتو وحي الله بنيسا لليقين يقينتي بمعنى يرجع بالأحكام إلى اليقين يقين بالله الله بنيا فلا يزيل الشك شكي مزولي لليقين يقين تمزوليو قاعدة نيضا وحيدها قاعدة اليقين لا يزول الشك أو بالشك يقينته يضا أصلا أو شكي مكا كمزوشو بمعنى وان شكيي أنكلي تاسوح كمزول يعني مربا يقين تأيا الهر مرنا قاعدة إذا مركوا قاعدة يضا عليس كيدا له وحينا كم تهاي أما بقواعدة أساسية مركز لدراسين القواعد الفقهية وقاعدة أغو علوس أما قواعد أغو علوس بيكمت ألقى مركز يقينتو ووح الله هو شاكيقونا مركز وحي سيكا درماوي لكن مركز اللي هي الشريعة عولت على اليقين مركز اللي هي معنى هذا ماها ظني غالبا هدو جروه ملائي ذو حب بضان بقول كيبا تضباطة سديتا قارسين هدي أي جرتو إن لو عمل فلين معنى هذا ما إن لو عمل فلين نصوص وإشكت إله وحلا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن هدي أي ملايان ملاذا وامح وملاءات يحب نوي أن يقيم حدود الله النبي صلى الله عليه وسلم حديث بكسر أرواه لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا من موذي هبل هبل إن الدين كان حكا قرانيا لا أظن مرك الظن الغالب ولا مال مرينيا اسنو صعانيا الضباء طبعا سادوكتهن ومذهب جمهور أهل العلم وحي قبعا الظن مرك يتاقنتها إلا مال مرينك إنك سوى الظاهرين إليهن تحقيق المناط كمرك يتاقنتها أم بالوع ملفليا لكن مالك لمسوا قليس مثلا شهادة الشهود أوكلة ضدك مرخاتياشة يعني وحي ملضو أن الصيني سالبضا أن مرخاتيها لما خاتي قشتي إني رونشي إن ملاذو نسيني سار لكن مالك أدلة الشريعة مسو قلي سيبي لي ما مسألة خلاف كيدا مركال هذا معناها كان شكي مركا وحال ليري يقين شكيه يقين هري أسبن مزوليو ولذلك وحال لأنها مركا قرآن كا وحال كسو أرى قاعدة دا قاعدة دا إذا أدلة دا حكم دا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيء وحكمتها قواعد أي نصوص أما نصوص أي قواعد كنت أنت إلى هذا نقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء وحكال الدليل حديث صحيح كويل عبد الله بن زيد نبي أنتو إن يا رسول الله ثلاثة مركان كجروا حبا على شيء حبا كان حييري وحد ما دائني وحون نوعا ما هوي وحبو الضرامة غازات بجري كدي نبي يقول حين متكين يان وصلاة كبحن إلا وريح وكهله نوعا ما وحون أريه أما بعض ومقله لا ديه كرقف كمركز هو صعب عفته مركز لا ديه كر هل كان مركز النبي صلى الله عليه وسلم حوت المامي وحوت المامي قف كمعنى علاش يروح بقى كده حيره إيه محمد رأي مغازات إيه وحمد رأي ما إيه تها صلاة الله كبحن ما محله مح أصلا in qofka weysay u dhawranta haway salaada weysada waxay ku buri kartaa wax la taaban kara markay imaadaan sida nabiga markuu leeyahay kala sallallahu alayhi wasallam midkiin hadduu salaadiisa uu ka shakiyo ma saddex buu tukadi mis afar buu tukadi kaan hubna saddex iyo afar saddexda waa baa soo ma halka shaki uu ku jiro ay ragal mashkuuka fiha al mashkuuk fiha ay shiye
ورجع الرابعه باشكي كجيره سوما صدخدا هران كدول ديسيا تن افرادنا ما اعتبارين هي قف يسوا الطواف يبوخ كشكي ملح با متضبا لح با الله با كان تضباد ما حسابي حجر كيبو توري ما افر با تورته ما شن با تور تيرد او غير مره كقبو هذا مره قاعده ما هيستا انتاس او نصوص اي مره هيستا هذا مسائيشه مره باب كان مره لجوغو قاعده ما هو سوس غلي لبا نوع مسائل نوع كواد ومسائل ليسكوا فقسيه اني قاعده سوس غلي مثلا امثله انت رضا بضم حكو فهمي كان مثلا قف با صبحي waa ummo urdudu ka soo toosay tabaan way soo ma dhowrna soo ma qofka haduu urdudu ka soo toosay in yar kadib abaar markuu joogay wuxuu isweydiyay warsaakay babad hubtay inaani way soo ku dhowrayn urdudu ka soo toosay tolo ma weysaysatay shaki bay shaki halku ka dhacay ma weysaysatay mase ma weysaysan sax laakin asal ka inuu soo urdudu toosay أما هردود مر كسوتوس إناني ويسأل دورني وعدها يسوما يقينك سوغان في الزمان وكان إن المحدث أها قفك سوغان محل هذا ويسأل قادم يالله مثل ويسأل يكون دورن تالله ويسأل قادم يالله محايل محل هو إناني ويسأل دورني وحالا ماذا مثلا امرأة أجنبية هواني أجنبي أذكاء قفك حكشكي ممهر ستين مسيما مهرسان أصل كم حوية مرك أصل كأجنبي محرم كاته مهركا وينات ها لكن محن مودي قبل أن هذا قهر إن لي مهري نمانك لوقيد اللي قلي ويكود دعي كرتا هلا يا بي قارب بضان أدتك أخذ بسراتي كوب بضان مدبر حولي أفرمان مثل سدح سبحان الله يشم بكله يعني ويكوب بضان مرك هلا يا بي مرك قفكو شاكين كرا بحاش مرك إسكب بضطو إسكب صعوتو نوع أس مرك وميل نوع اللبات ومسائل ايضنا اي هدنا اسكوا فقسيهين على اندراجها في القاعده او تي هروكل ولكن وحال اسكوا هيا مساله ذن ايضا ما كطبق ميسا مثلا قفكي ويسا او دوري ساكي كدي وحو كشكي بعد الوضوء اني وح كصوب بحن اصل كمحوها ويسا او دورني يقينك ثابت كمحوها يقينك ثابت كمحوها ويسا او دوري صوما مركا في هذه الحالة وحيلين لا يزول بطرق الشك في الحدث حدث كاس يقفك وكشكي مثلا تيهورك الزول ماذا بجمهور العلم وعدها مثلا لكن دنك لوحا أقاضي مالكي ذو الرأي ذو كدوين وعيلين ننك صلاة واجب كت يقين تتنى مزولين يسو يقين تن إذا مزولين يسو طهارة لغي شكسين سادرت الوحي اللي انقفك كانوا متو كنكرو صلاة ما دام اللي قول لي هاي واحد لغي شكيني ويستها وإنو هدو سوو ويسقاتو يوغو مركا مامي لعسانا يان ورنين كان مركي سهربا ويستا او دور رايدا قدال بو كشكي وحي اللي انمي صلاة دا وحبا كبهم بسل مثال كالان ان اباحيا نمبرحو كشكي هوين يس انو سدح دلقاوت كتوري انو هال كفوري لما سدح فيكا هاي مسمت وشكي جمهور الفقهاء محيلي النكاح في الزمن الأول إنه نكاح جرهة والله هو بصمة سادرت طلاقة اللي جشك مرك هدو يرى سد حد جرمي أتفرت مس مرك ليه أتفرت سد حدو قاتم يعني إذا جواد يديدن بوا وان رقان كرصمة لكن هدو مت قاته ولي جانس بافران صمة جمهور الفقهاء مرك وحيليهم وحن أن قادنا طلقة واحدة محايا لي نكاح الله هو طلقة اللي جشك كيسين يهاي لا ما باب إني لكن مالكيه هل كلي كده جي سوي حيلين أم نك نك كده جي سوي حيلين أصل كأيامه هي المرأة الأجنبية إني إن وضع جيدة قال ماذا إذا إني حرامتها سأدرت دم على إن ما دام إني حرامتها احتياطها وحنو قادنا سد هذا الغضب كده عدل وأفهم نسمة سد هذا الغضب يكون دي سبيلي وحكي كم تام مسائشا وحكي سهوس جلسة مسائل لا يقان الاستصحاب نص الشارع وحكي سهوس جلسة استصحاب العموم ويسوق جلس اصحاب الوصف ايو مسائل لم يدرنتي ماشي ذا انقار ان اصول كصد المرني تنواسدا انت انك قدمنا هذا انا وحل يا شيخه والاصل اصل كيحويه وفي مياهنا بيه ان اصله الطهاره طهروي ايو والارض مركا جمله غدال كريد والاصل اصل كي وفي مياهنا بيه ان اصله
والأرض أرضي أصل وه ألكي والثياب ذكي أصل وه والحجارة دكانتي الطهارة الطهروا وأم حي أنت وحرها دوك ويره هذا هذو قفك كشكيو بيهنوا ما طاهر بام مثل طاهر ما أصل كوا طاهر هذه واحد هيسا يدا نجاس كل عيسميات هيسا مية بيوه طاهر وعن كشكي نور كان مكوت وكان كرا مش كمان تكان كرا هذا واحد عرفت النجاس مية كلام مقتمة عد نجاس كوجش تاني مية جرت مية رات كذي مية كم مقتاع وطاهر مرضا بان كشكي مكوت وكان كرا مش كمان تكان كرا وعن زير أمة النجاس كل عين نجاس مية مقتمة معيد بقى إيش يكتمة هذا واحد لا نهاي مركا واحد لا يهاي هذه الحالة وحين نقول نسا مركا مرضا يدو مركا وان كوت كنيه ما حلا ميدو كلام مثلا دقحان دق دقول حنا والله ميت قف وحي يصير دقحان كويستن جو هذا نو كشكي دقحان ما طاهر بام مس طاهر ما هذا من الجاسبة كم مقتمي هذا نيك مقتم أصل قاصدا مع أنها هو مركه ماشان مركه باب كان للجو قاعدة ذا نيضة أفر نوع مسألة صهجة وصهوز قشة طبعا نو بيت أنت وكجبو ذي كنا لكن حاجة فهني يربانه بحنه نوع كواد مسائل دليل تحريم وضعته أما نجاس وضعته أما فوساد وضعته دلك الحكمية وحديني مسائل حمبارسا دليل أما إباحة وحين بنائهن أما طهارة وحين طاهرهن أما صحة أيهن دلك أسن حكمينينا وحديني كرتمرك إنا اتمادا مسائل لبدا الدليل لبدا الدليل ويسبوريني ماشي إنا يمادا waa iskaar imaana dadkii waxan way asaxeen iyo ma asaxeen iyo banaanihiin ma banaana hadaanay marka suurtagal aanahayn waxaan u laabaynaa qawaacidii tarjiih nooc kale afraad wuxuu yahay masaa'il la yidhi fiha dalil waxna ma naqaan hadii xaalada markay dhacdo marka waxaan leenahay way wax cadeynay hadaanay jirin asal kabiyaha waa taahir maxaa dalil wa wanunzilu wayunzilu alaykum min as-samaa'i ma'an maxaa ku xiga ma'an ليطهركم به تنكلم طهور تألي شيء يسمى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لبدا أيضا محيم وجنين بيوه أسل كوذو إني طاهره مركب بيها قفك مركب كشكي هداني نجاسي عينيا آني وأنا نجاسي موقا أو ماذا كي آنو بدل من أما كركصو بحيو نجاس موجيني هداني جيني سدح لي على مضاد موجيني بيوه إني نجاسي هداني جيني بيهن مركز النجاس عدة به كرتملوان عبي كرا وان كوي سيسان كرا وامدد ومن آياتها سادلوه وعكالو دليلوه النبي صلى الله عليه وسلم مركي بدل لقوي دي محير هو الطهور ماءه به سوى طاهر به صلى الله عليه وسلم وعكالو دليلوه الماء طهور لا ينجسه شيء به هو طاهر وحنا جاسين يا مركز مرة نصوص تصورنا محي نومو جسم حي إن بيه أسر كوذ اي طاهرين رولك أصابح النبي يقول حير أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي شن بال إسي عد أني يهرش أنبيدي أني يهرش سنة أنا لسين معك مثل مركة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هل كان مركة على قاتي أصلك إنه أرض ضو أي سيدة أي تهي وهكذا والنبي يقول لي متكين هدي سلعة كوها لا هتكذو ماشي هكتكذو وعقال هذا نعيدك السعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد ماء ولو 20 أما 10 سنين حديث أبو داود بركوك لو والله ميت هذا مركب حلال النهاية فإذا قاعدتنا الله يوام حي وحبان كشكي ولوحي سوهز قلس الشك اليقين لا يزول بالشك يعني مرضا يعني كشكي أصل كوائن طاهر أدو يتص ما لي نجاس كل نقط روكي من كشكي أصل كوائن طاهر بيه من كشك أصل كوائن طاهر لكن مركي تاغنته والأصل أصل كي أو في الأبضاع حبنا ذي تران كأها إي واللحوم هلي بيدي إي والنفس نفسدي إي والأموال حوله أو للمعصوم أؤها ذي قف إي جيس وحرام نقيه تحريمها وي إني حرامته حتى يجي الحلو إلى أكيما ذوح حليلي ففهم فهم هداك الله الله كهنونيئه ما يمل وحلي يريني الضباء أصل كي واحد رواين اللي يقول هذا، إلا نهضة وحنس برناي صار ما وحلا ليه وحن أصل كده هلا الله عبته، لكن واحد يقول ليه دقيسه، وحن مركي تاجنت هاي جور إيو، أي تاجنت هواني اللي جور سنة أي تاجنت، مركي تاجنت هيلب العون إيو هيلب هيلب مثلا هيلب صاقة طاقة له، مركي تاجنت قف كان ملدي لي كلام سلام ملدي لي كره،
markay taaganta xoolahan ma la qaadan karaan salaama qaadan karo asalku wuxuu yahay inay xaraam tahay marka adaa laga raba markii aad midalan xoolahan aniga aan lahayn meesha ma dhigi kartid marka asalku soo dhulka laga mahil man qaadan ma dhigi kartid waxaan lahayn asalku ka reebay wa inuu jiro dalil muujinaya inaad waxan leedahay inaan ku yiri waan ku siiyay inaad adiga wixii aad gadatay qofka kan soo ma xoolihiisa inasadiisa dhigiis xaraam bukaay wa inaad kaanta dalilka ku banaysan lahayd qofka kan maalkiisa iyo xoolihiisa waxaan ku leeyahay haweenaydan soo ma ajnabi bay ka tahay inaad la khalwootid ama inaad isqabtaan dalilka ku banaysan lahayd ii keen hilibkan soo ma micilin ma cuni kartid asalka waa saas dalilka ku banaysan lahayd ee dhahab magac ilaahay baa lagu gowracsan baa ahayd horta ii cunqanci marka kadib weey xataa yaji alxil hadaba ogow marka baabkan markay taagantahay maxaa asal u ah xaraam baabkan markay taagantahay maxaa asal u ah halka okay intana marka inuu baxayna alabdaa wa jamcu budin budigu wa saddex macna buu ku yimaada luqada carabiga ka wuxuu ku yimaada xubinta taranka budci baa lagu magacaabaa waa mufrad marka la jameyn abdaac bay noqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala ana wuxuu tilmaama asalka fi lfuruuj markay taaganta furuuj alamwaal waddimaa markay taagan dhiigaga dhiigga markay taaganta xoolaha markay taaganta farjiga markay taaganta asalka waa xaaraam wixii lagu banaysan lahaa adaa laga rabaa ilaahay wuxuu waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa cala aswaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum gayru maluumin faman ibtaga waraa dalika fa ulaa'ika هم العادون آيات ما هي موجين آيات هاس وحي موجين فرجوا إنه حرام يا إلا وحلقوا بالناس إني جيران حديث كلا نقول له اتقوا الله في النساء وإلهي كجبق أو دمرك إلهي سبحانه وتعالى وقدر صدى فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وحات كب الناس تان حبي نظر ترنك كلمة الله سبحانه وتعالى وما نوام حي استحلال مرك اللي مركو هرم حي haram ba ehdwi oo galal baad wixii ka furateen wey horta waa ku macna kale na wal dhaha galmadana wal dhaha budciga waa loo isticmaala macna saddexadna waa loo adeegsadaa nikaaha marka la guntayna waa la dhaha saddexda macnaba marka waa waliyaalka shuyuuti macnahan dambuu qaata marka hadaba meeshan masaladan iyada masaladan dambe markaan iyada qabsano ee ah nikaaha diliira nikaaha maxaa asal ah markiisii hore عقد النكاح اصل كيس ما جواز يحل بها مثل اصل كيس التحريم هل مثلا هذا شيخ سو ادغاي و هو كبلا با تحريم سوما لكن علماء وحي لين كو اصل كان وان اصل النكاح وجواز بنك الورغ الى يحييه الذين امنوا اوفوا بالعقود عقودنا وحكم به نكاح الى سبحانه وتعالى هذا خير حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم اخواتكم عدد بلتري inta la koobay mooyaane wixii ka soo haray maxaa laga fahmay wa uhilla lakum ma wara dalik asalka wixii leeyno maxay wa halaal masalada marka waxay ka mid tahay usuusha la isku khilaafsan aan ka gudubno hilibkii waa ku soo haray hilib oo dhan nooc doon han noqdo gaar ahaan wixii leeyno baneeyay inaan cunno asalka waa tahriim waana madhab fuqaha waxaana loo daliishanaya xadiithi ahaa idha arsalta kalbaka almuallim eyga aad tababarta haddaad dirtid oo aad heshid ey kale oo meeshii la taagan ha cunin maxaa yeele ma ogid labadooda kan kuu dilay midka tababaran laakiin waa lagu ogolaaday waatan allah subxaanahu watacaala maada uxila lahum qul uxila lakum aطayibaat wama callamtu min aljawaarixi mukallibiina tucallimuunahuna bima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu isma allahi calayh waatan qur'aanku yiri fi suurati almaa'ida laakiin eygii aad tababarta iyo ey kale isgarab taagan wixii ugaartii aad u socotana waxaad ku dul timid aad soo dul istaagtay wixii dhintay marka nebigu wuxuu leeyay ma cuni kartid maxaa yeelay ma ogi labada ay kan dilay laakiin hadduu kuu muuqan lahaa waa la gartay soo ma halka maxaa laga qaatay marka asalkii hilibkaas inuu ka xaaraamay macnaha waa fahmay soo ma saa darteed culimmadu waxay leeyihin hadduu isaga kaa darmo hilibka haddii uu ku ururo laba sabab hadday ku timaado sabab kuu bannayn karta iyo sabab hilibka kaa reebi karta yaa la xoojinaya kan reebaya la xoojinaya leesh maxaa asalka waa sidaa wey mar walba asalka la milicsanaya halkaa wey macnaha marka la tilmaamay idan adiladan iyada ah marka laba arrimood buu marka isugu tagtay saa darteed baa la taabanaya mawduuca marka culimmada qaarkood waxay leeyihin maya annaga si kalaan u dhigayna masalata alluxuum asalkeeda waa xalaal maxaa muujinaya waxaa muujinaya ilaahay wuxuu leeyay fi suurati alanaam qul laa ajidu fi maa uuxiya ilaya
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أهل لغير الله به. قرآن قحوم إشاقي واروح أنت كالصهر حرام إني كأهملها هل كان على قاتل وحي مستثنى وحي أنت كالصهر إني حلالهم. وقال قرآن قول له ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليهنا مع لغاته أصل كإنه حلاليه هدنا إله سبحانه وتعالى مركل حرم إنما حرم عليكم الميتة مركل إنما هذا وحي موجنسة إنه أصل كسدائي هدنا إله مركل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مع لغات أنت إيوه وحام موجنية مركي النبي صلى الله عليه الحديث عائشة لويدي أوليري رسول الله وحيتري هلي بان الله كينا مانا كلا قرانا إن مقع إلهي لقوسو قورعين لقوسو قورعين نبي مركو حيري اذكروا أنتم اذكروا اسم الله عليها أنتم إنك مقع عشاق أو كدي من ساكعون وعليه المركو علماء هدي أصل كهيلي بكو حرام ونقل لها مع الليلة إلا أتكأو قاتان إن مقع إلهي لقو قورعي هاعونينا لديه لها مركو مثلا هذا إيادا والقسو الرئيب يا يوحان لانا adoonin intu yimaado ku yiraahdo badana su'aalaha dadkay weydiin waxa kamid mashallariyadan iyo majaazirtan dhahda waxaan ka hadlay kuwa muslimiinta hadaba ogaada hadalka bayn qowseen kuwa kala ka hadlimeen kuwa kala noogu ma jiraan xisaabta waxaan ka hadlayna kuwa muslimiinta haduu intani ku yimaado ninka kan ama wax ka gadan ee kurdiga ee saana Soomaali wa taqaan hilib uu noqayna wuxuu sheegaa inuu xalaal yahay maxaa ka yeen hilibkaas isagay dul saaran tahay ee haduu xisdoomar laakin anaga waxaan qaadayna asalka ah xilliga hilibka waa la cunaya haddii bisin ka shakisan tahay adiga bisin kala imow halka marka hadaan baabkaas dhanka laga furin oo ki karana uu soo xirmay Soomaalin hilib laga lahaday khatarteeda leed marka ishan yar marka waa in la furo asalka marka waa meeshaas ta kale marka ay ku taagan tahay nafta ilaahay wuxuu yiri walaa taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahim ilaahay wuxuu walaa taqtulu an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq إلا يحل ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق آية الله صلى الله عليه وسلم نفت أصلهان إن حرام أيته لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث سبح الرموت بقف مسلم ليجي شكو بنان ننكر وقرمة مركو يهي قف قور حلال هرؤس وقرام هذا كجر أزي نيستي نفسدي نفدي شاي إن لو أدي لا إيه كان دين تيسا كتاقة إنت عبا المصوص تموجس ويهي صلى الله عليه وسلم مسألة دي حال أنسوا شرحيني معاهد دميين تكجر أو كلا والنبي يقول له من قتل قفك معاهد دلائي ما أرني جنة إيوحي لمتك أصل كمرك معنهو لكن هدي أجره قفل يريديس معصوم ماها مثلا ساحرك أو كلا نصوص باك هذا شيء محارك أو كلا نصوص باك هذا شيء بس هذا إيضا هذا مركة كما تقول الأصل قفك مركة وحالي لبضان وحوال الدليل اللي مدلي يحل ويدينه على الأصل كإن النفلة تابك النف بالي النفس ميدا دون ده النقط مر هدي سيدا اللي يري قفك واحد كوبا نيسان هذا دليل كلا جربا حولي وكو صهر أصل كو حرام نينك كان حولي يسا إساق عليه ما قادا كرتي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس آيات بقى آيات نحل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أموالكم بينكم بالباطل إلا إيش أن تكون تجارة عن تراض منكم وآيات إلى ولا تعتدوا هذا إن الله لا يحب المعتدين آية الله صلى الله عليه وسلم إن أصلك مركب وحبان ماشي هلي وحبان كي هلي مركب مقاذا كرا ضبع إسكالي وإن أنهله وي أنوحي كحل شنكر إن دماءكم وأموالكم وإيش وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا مركو النبي يقول لي هاي هلك وحلقة قاتي أصلك إنو يسجعوه لكن شيء يقول للمعصوم ولجي إذا مركو للمعصوم محارب ولجي إذا ففي هذه الحالة يعني قف كان إلا للمعصوم إذا ولجي إذا إلا للمعصوم محارب كان الله يوضع أو قف كي مركو الدقاء اللي وجره شأنه وكدوين مركو إلهي بأصل أهان إنو يسي وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها إلهي مركو إليه أصل قوام حي يعني إلهي يهدين حلسي إلهي مركو يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول وحي يقال لك سوقات إلهي دنيا حين يعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسيح آية الله اسمحي موجنيا إن أصل كويهي مركو محارب ويهي والدقال الوجره حولها إني بنائه وأصلك لكن مركي أن دقال الوجن حولها إني حرامين أرق أصوشة سيدا مركا أي دين تؤكل إلى ليسي عرضي يبقى صهر قفك دمقت كيسة
in meel laga dhaco cirdigi oo la yiraahdo masalan kanzino ku dhashay ama ba isaga iyo reerkiisa meel laga dhacay asalka waa xaraam ma waaraadig xadiis baa waxaana muujinaya alladina aamana la yaskhar qawman min qawmin asa an yakuna khayran minhu wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakuna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sa ismu alfusuq ba'da aliman ayadam hay mujisa in aradu ayhin shay marka am aradigu yahay shay marka mamnuu'a halka marka waxaan ka qaadanay macnaha way macnaha ugu quruxda badan ee marka la fasiriyo hadaba laakiin habka uu sheekha isu saaray luqa ahaan su'aal baa ka soo laabanays wuxuu wal aslu fil abda'i hukumka dul saaray budci lahamki nasadi amwaashi waxaan ognahay ahkaamullaahi al-ahkaam at-takliifiyya dhawaada yaani looma idaafiyo dhawaad looma idaafiyo waxaa loo idaafiyay al-ahkaam al-wad'iyya waxaan ku soo baranay fi usuul al-fiqh marka waxay leeyihiin xoogaa laba tafsiir buu laga dhigi karaa in la yiraahdo wal aslu fil abda'i marka leeyahay in taqdiir yar la keeno oo taqdiirki inuu yiraa fi wad'i al-abda' wal-luhum wa akli al-luhum والنفس وقتل النفس والاموال واكل الاموال ان تقديرك لك ان هلك لوغا بدبادي كره واسدا ايدنا مساله اسك لوغوي وحوين ان نغا خرنغ حدما مرك وله والاصل اصلك وفي عاداتنا عادات كان اصل وهنا الاباحه وحين بنائه حتى يجيء الا كيماده صارف الاباحه اباحه وحي بنيسنا الا بنيه وحكلي الا كيماده هذا كم حلقات يعني وحن برندونا باذن الله سبحانه وتعالى عاد يعرف وان برندونا عاد روح علي كليه كخسي عرفنا انك مره لبد عرفي مره لفسرت وحيدان عدك عادته بيد مين كبود والاصل تحريمها سوء قرصم حتى ياتي وسوء قرصم تحريمها وحتى يجيء الحل الا اوكي ماذا وحل لا فافهم فهم هداك الله الله كهنونيه ما يمل وحل ييرني هرا ما سو شيغ سوما والاصل في عاداتنا اصل وحو عادات كان الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه وانو من ضنا بدنا كلمه عرف marka la fasiro english kelma norm meesho ka dhaw dadku somali urf in caadi dhahan caadan caadi dhahan laakiin way kala duwan yihiin luqada arabiga caada waxa individually adi gaar ahaan ku qosay aniga caadada waxay tahay mesela in an biyaha ka hor abbo raashinka ama raashinka inuu dambeeyo caadi tahay in an isniin khamiis caadi qofku dhigi kara لك عرف ووحي مجتمع بلشدة لنقصية وفهم نصامة سادرت الصومالي عرفي وعاد عادة وعاد لكن وكالدوين عرفي ووحى مجتمع انك ضدك ان الرئي واصلك العرفي ان وحي هاي ساسا وحن نقان صح؟ يعني مثلا وحنون نقان صفر وحنون نقان مركي يتبوري لتقان صفر ونقان وحي كسوكي لو ما يقوى عرفي لكن اني اهان عادة ويالنكرا عادة مركوا individual base concept ووح اني ايقارة اما هبت halka normku u yahay wax social ah oo dadka wada dhahay waanu iman doonaayada hadaba marka fil aalaat al ibaah ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ilaahi subhanahu wa ta'ala wa allah idin abu ruh allah wixii ardada dhaxaad halka waxaan ka qaato marka wa allah wixii ardada dhaxaad inay banaantay hadoo go maxamed galay wa allah wixii ardada dhaxaad waan maxay هذه آيات انت لو دين لها آيات انا كد ان لهن مكلالات عن كرتا او خنزيرات عن كرتا او ايبات عن كرتا او لا وعكست لكن نص باي خنزيرك وحرام ديقه وحرام كان وحرام نصوص تقدر كتم لكن اصل كايات مره وحان لا اصل كو هو شيء والبابا ان وحلال بو ياهي هذا دليل شيء وكرر به النص اي كان يراهذا وحان وكرر به مره اصل كان لا باني مره يتان في باب ايش المعاملات لكن ماها في باب العبادات عبادات كوحا كوشيدان red light با كوشيدان نال كذودان عسانا كوشيدان light كاسا كوشيدان مدقا كرت وانا قاريه ماشو يستاغ لبرق عباد تكالو قري فجر كسدح كمان دي كرت ظهر أفر تكالو قري شان كمان دي كرت وردي أقربة وردي أديك جايب كمسا ميسان كرت وعبادة لكن معاملة بركة يتاغن تهي green light با كوفر هراء السعو ها يستاغن إلا ناس كاسو عيلي هل كان مركة لبدا شيء كل دوين مركة شو حلية هدنا وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وليس ما اهان من الامور امور تحقق اذا حاله كه تلك اسبود غير الذي وحي كي انا نهينو مذكور ان لو شيغن في شرعنا مشروعا مشروع ما اهان محل وضع مركه وح الله وحي
شرعيغان لوو شيغا مشروعا وخي شرعيغان لوو شيغينا مشروع ما قاعدتان ايدان waxayna leedahay مساله العباده و هذا waxaan ka hadlayna qaadidaha waxay la xiriirtay المعاملات صوما او ان تيري والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه معاملات كويك ترانزاكشنز مركي تاغنت لكن باب العباده مركي تاغنت اصل كوام حي وحان الهي رسولك اساني شيء عباده ما قالا ما نكون كران وحان اصل وقل ان كنتم ايش تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وحكى الله لميدا واتبعوه لعلكم تهتدون وحكى الله لميدا لقد كان لكم في رسول الله اس وتنحسن وحكى الله لميدا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ادي الله صلى الله عليه وسلم جنسا ان هذا السؤال شادي كوسو علي لكن درسي خصوصا ودروس سوقات مركي النبي يري سمعت خشخشتك في الجنه بلال محيري لبر عنت كذا صوما النبي صلى الله عليه وسلم هدو جوجي دي لما حد عليها لكن النبي انه كامو سمحي موجنسا تقرير سننا محل لها القول والفعل وايش والتقرير ان كسو قدو من مكه الله سبحانه وتعالى اياها سي النبي قال في من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد انت مركه وحي كمتاي وحا لو يقان وذلك وحيابها المشروع هاين بدعنا انت رضا بضم الدين كإله لقو صوت درتي وقف وليه هاي محاد ديني ما هالدين كإله وما إلهي مياي رسول كيسي مياي الأنبى الدين أنا كي قدوا من المسألة هذا يضع وحولي مك وصائل الأمور أمورت ودوين كالقو قارو كالمقاسد يبي لتوي هنا لم يديهن وحي الله السعودي وحكم بهذا الحكم حكمكم واحد وحكم سالي الزوائد وحل وحي دائرادنا صار حكم أيضا أصول الفقه ينقص أمرته وواحد لو يقان وماشي دهان مينس أن قالس واحد لو قيبية وضل مرة وضل يحبال وقارة صنع سي أن قول كي وقارة وين وضل مرة وماشي دهان the goals justify the means ما دام هدفك وهدف سري ويهي وضل أمر يسنة مشكلة مرة وحي دون تهان نقط وسيدة يقول هذا كالوفة السراء يقول هذا مثلا means justify the goals لو وضل ولا بالرأي لكن أننا محاكا قبنا هذا المسلمين مركا وسائل شمحال ده وسيلة وضضع الأمر أمثلة فرب ظن من بحين ظن بيد الله سبحانه وتعالى هذا بقى وضضع لقو قاره هدفك أي وسيلة لقو مقعابة وبمعنى تحريم إي وجوب إي وحي لمتك أهبابك مثال أصل كم حال إنه يري المرأة الجنبية هواني جنبك أهب way ku banaanta hay galmadeeda la siyaaxadkeeda maya laakiin goalka ah in gabadhaas xalaal ku noqoto maxaa ku gaari kartaa wasiilo ku gaari kartaa nikaah sooma marka nikaah waa wasiilo goalka iyo maqsadka al maqasid wa goalki jamu maqsad nawa goalki halka way marka hadaba meeshaas marka waxaa laga wadaa oo meesha culimadu ay dhahan ma la yatim bihi al wajib illa bihi fa huwa واجب إما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام يعني مثلا هذا لقت هلا دقالي أما قعنت مرك على دقة يوكلا قعنت إلا أنت واجب كوا إلا حصلك مسوحك اللي قارس أمه لكن وحاديه كرتا إلا سوح الكوان دقة مركا إني كركا قدرت لقتنا مركا إني رشان شادة كر أسوك قعد ومباديه كرتوان كوا بس أمه مركا إنا تن بغديد ستن أي كوو كمبلد نقطات وخصمانته حرامتين كما فوقان كرت إلا يعني مثلا سيقف فوقان كرتا زينة ذكر وحال حرامتين من خلوضي رقي الضمك يصدح بودي وال حرامتين محلو ديدي محايا لي وضضن وحيكو قرسيني سامحي إنات حرام كود عادي هل كاوي مرك لكن محرم موضوعا إنان إن ير دول إشتاق محايا لحي نوغي حرام فتايوف ربضان ويولو إشاقوين كيد وميضو وسائل وحاجرته مقصود كو غارسين اس ريرلي يعني لا مرمر اني كو غارسال لا هو بقول كي بقول ما لكن نادر علماء مركه وحي لي نادر كا اسغا لما ملي حسنوا مركه وسيله مركه ملحا واحد جلسا مقصد كي حرام تاها اي مقصد كي حلاشا ملحا جل وحاج روح وضدان اد كو غاريسيد إني كوغارسيس بقول كي بشن بقول كي بطوان إني كوغارسين ولغا يا روح لهبا ما مثلا هدان دهنو هدا كدي لما بيري كار عنبك
no more grapes. عنب لما بيران كرا ليش؟ عنب كخمرة على قصة ميستا. سادرتيد هدي الدولة ده كل واحد ضغط ترى هذا. هدا كده ضد كبيرة ليه ده؟ all pieces being notified. وحل ورق لنا إناني بيران كرين وح عنب محايا له ضد كخمرة قصة ميستانية. أرك هدي تعمل الله من عند كرا. مية. هذه الوسيلة وحن لا إنها نادر. سادرتيد هدي نادر تهاي. شرعي إلهي وحكومة ضل لسه سادرت محايا عينه إن العنان أبنه وحكى الله استعماله أدو إيش هذا المالير إنه يقبطوه الدهديد أما وحال الله سمي تاسو شريعة المملع سد وزير الله بات ميدان هبنا غالبا إنه وحد عيا بقول كيف السقاسة والله هو مثلا علماء ذو حيكون مثاليا أما نبا عينه بكيبو بارت وعكبعي والشديه خمرة سميني نين كان مركز كبي عسنين ورشد خمرة له علم مركز كبي عسن معنى ذوام خمر قسم يعني صان وانهمنا أما مثلا وحيف قادكم مثاليا هب إن تكبي عن مشتتئو الضجال السكية أما الضجال وجرو أضطك إسلينا يان ورهرو يسكون دقيين هنا جود اللي يسكون سوري نيجي يراد هب بنك بيعني يا كبر ويراد مثلا صومالي وكلاي ما راح الضجال هذا وكجرو سكية دير هب بيعني ما بنات والأجها هب كني كعجة تيوم ده دليل يسمى والمسلمين تلحظوا المركز دقال عليهم هل كان مركز وصيلة أساس وكلاء بعض الظاهرية ذي الشافعية ذي بعض الحنفية وحي ليهن هذه الحالة محالة جيئة ليا أربع مركز وحي ليهن مايا سدوا الدريع على مصر ميني أوه حيت ريبي يسمى لها اسكسوين أصل كوا أصل كوا من حيث إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ومختلتوا فيه وحي ليهن مايا لكن الرجل كلا وحي ليهن أرنت اسم البنان مسألة كلا القول الثاني في المسألة رجع مركز بنيا أيوح إلا ذاك وحن حكمين إن هالك الغصعه ما دام فاسد لبيع كره وهم مركز لبيع ضدك إيش كل إن كره نين كان مركز خمرة وكبيع شركة دي أما ورشدي خمرة سمين يسمى ما دام لقيوا إن خمرة قصم يسوا أما وحن إيصال صاران وممنوع وحن دليلها قوله جل وعلا ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم أيضا حلقة قاتل وحال نودي لي إن المشركين تأنوا أهلي هذا دعينا ليش وحال رب بقيا إني وصيلة النقطة إن كوانا مركا لغوسو كالفريو العاي هل كان مركا وحي كله سود لشي مسألة سد ذريع هل كان مركا وحا كله مسألة الجمهور تأيا كله جمهور تأيا كله مسألة إيضا إيضا مركا هل كان إن لم يلعسى وحيد هل دو مركا وحي تاغانتهي باب الإباح تحريم مركا تاغانتهي لبا النوع نوع واحد جرى لما يستري كار حرامكي أو من جنسي هل كان مركا دمي باكا إيكرا يوحو مركا قفك وكاك بحي دمبي مركب عن لأنها وصيلة ده هدي نادرا هذا كهربا نبى يجري هواين ذي سواء واحد عيد ويجري خلاف كده مركب القبتين وقرتو ده للجلي با وحقه يستوي عليه وحنودي ذي إني درع درع إني قضته أما با أي معركة أي جرو حتى هو كشط يصير مركب درع معها إني مقالة كده جرو إني هو كشط ودي ذي ما بقشن كثب بيه وممنوع ومعاصم جلبابة قلوه كجوغيسة هو بس قمنا جلبابة كجوغيسة محال دعي مركة اللي يري وقرتو ذا لك يعني نبقى يروحان كبقي إني براتو كدو ناي ديود ولا بحر مركة أنا تاكر ريبي باموحان قلوه حتى كون الحران كرت وعادي معرفة من أسكري ونسهلاني مركة وصيلة ذا إلا يرى هذا هذا درع قشت ماشي كو عاليس أما قلوه هذي سروال كو قشت ويلبي حدون تا وحي كمي تاي وسائ مثلا مسائل فربضان وطبعا ما انت علومه يديبوا غلابتين هل كابا لو ديس جيري سدو ذريعه ما امده ان عيرين لا غليما لكن هدي لو هبو هدي لو هبو وحا ان بقولكي بقول اي دعيان مركا ولا ريبه يا شيغي كسو غد هدان علين والخطا جفكي والاكراه خسفكي والنسيان هلمانكي اسقطه واطور معبودنا معبود كان الرحمن الرحمن كها وحكا مصو قادن هلكا وحا لغا ودا قفكا دو قف او كدعو خويي نوعا ما سي كما ودعا الهي واتن وليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا او اخطانا لنوقف ما وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم كابا لننقضنا هلكا مركا يدو مركا مساله ذا يدا وحا اصل فيما يتعلق بهذا الأمر وحا أصل آياتها أيام مركة أصلها وليه الكويس ويديان فوق هذا قلت كويحي هدي وسي
كما وحي وإتلاف وقارسيو كلا ما ضمانة قادة مثل ما ضمانة قادة ومسائل كلو لكن وحي زويد ينفق هذا يعني وحوالك لا صار وحن حق إلهي والحيلة وحن حق بين آدم والحيلة مثلا هدي أنا محرمة وحجة من عمره السعودة وحرما سي هالمانة وأنا هالمانة أما قف هدان ملحي اسكدته حددينك رقع ممنوع ومدحينه الضبوشه كفارة ميا إسارا كفارة ما صار نبي لي محايل ما بو حسوس تقفك كان وهالمانسين قف أهم بودع لكن وحيلين هدي لكن وحو أيهين عندي مركز أمبال اسكو قوانيا وانا قرآن كان وكو عدها مسألة ذا إيادا وحي كل اسوي دينا مسألة ذا إيادا الضمان ما لها ذا مثل الضمان ما لها ومسألة دو ديد وعي دار تهي عن ماشر انتي قدينين مسألة الإكراه وكالة خسر كيو كالة فقه هو كالة صاران إكراها مركز كورشن وجرو حتى لوغان كالة قالت وكالة صارا دور شرديب لي هل قف كان مركز لخس بي دور شم لي يعني مثلا هدي نين بور دوش إذا لقى صطور وقف لقى صطور أو حواليه أنتو خذوا الدعادات كي أوبربرا ما قف كان أصاب كل أنتو قف كان دارش ما لبلا صار خصبة لكن مين بحاجة لخصة أن كوهن جبين كله والله هذا نوع حاسة منه كحري هذا نوع من إنسان وكوهن جبين كلي مركي هنجبات أي توان كحري أما هدي كلا حالها يعني لو ريجي هدي كلا واحد حاسة منه مركي تاجنته منا يهف أوبشن بالله ده دارش الله ده منا دارش ملية فقط مركي كلا صارا مركي علماء ذو حيلية إكراه شروط بولية إكراه معه الاختيار الضارشة اللي وقالوها الددي وحلير والله ما كدي ليا أما والله لغة هنكاقوني أما هو قراعية أما والله ما عرفت حفسي ما كدي ليا جمهور تحكم كعبان إكراه غير ملجي وماها نوعي قفك حميد كل ذي هل كأي حنفية كم كعبان الله بقى يبضع وقيبان وحيلين هدي قفك اللي هو هنجي والودي ليا ليرا ما رح لقاق قوني إكراه ملجي أوي هدي اللي يرى والو حبيسه يا أما والو بنباح يعني غير ملجوء كلا صارا هذا شروط بعلوم التمامة شروط راح كمل قفك وإنه النقض إيقاع ما هدد به قفك كان كوه هنجبي وإنه كل عكره وحنو كوه هنجبي إنه مكان كمرسين كر قريه وطا موضوع كاسار نندد وجودين يا ماها إنه كديل كر وإنه لكن شرط كره حلا من عند ما يستري قفك كان لو هنجبي لو جوديو ليه مدحان كا غوينيان وانو سن اس دفاعي كان شرطي كلو خويا وانو قفك كان ملي سكو خوب بدنادو نينكا كان الله له نين ددك او جوجينيا ماها ارن كلو خويا هدانا وحان هنجباد واني هدا تاغانتا ان لو دحين شان سنه كدي لشان سنه كدي وي كلاد مري كرتا سوما شروطا مركا له هلا يا لو مغعابي كلا هدا علمادو خي لين نوعا كان اكراها مركو ديستاب كوشي ما قفكي تكليف كما كان معه جمهور العلم حيلين مايا محال ولي اختيار بولي وحكى الله إيمان كرم اعتزلين حيلين مايا تكليف كما كان ودعي خلاف كثمرة بيين ميولي مثلا مريه سمحوي مراها كما يشكى دالنا يحيا كو معتزلة ذي جمهورة خلاف كو مركان صورة ذينا قبا وحاليري وحلو خاص بسلاة إنو تكذ أما حلو خاص بينو إسلام كو قال سلاة دي سي أما قليتان كإسلام وقال يبو إله درتي أولن يوذي سؤال مرك قفك سلادي سما صحيس جمهور تمحي ليهن وأصحيس هل كمعتزلة إليهن ما أصحيس هل كاسوي مرك خلاف كمرك وكإيماني مثلا أمثلة كالمرك عم بيحن أو كلا هدي مثلا ضد كلين إسلام تي بقى خاصة طا بحيتر إلا وإلا إفر إفر بيتر ولا خاص بي أنا جانا مرك أنا خاص بكيد ديري بان والله يخص بما دام كلك اي قفصتي وما عرفت دربي يقول الجسي ويسان سميسي وعيالك يقولش دي انه وفري سادرت الشيخ وفرين كما دعا هاي فقه محا حتى كفه منا وانو قاره شروط يوان لقاها وان اول لكن قفت اسكالي حين كرتت ها مدينة ير ما عرفت بهاش روتي قال الله مرصده إلا تاقنت مركز الله ذا وما عرفت ما عرفت وحال لي يري كدي من وان فري معقول ما وأني جاري كرتها قال هذا إنتي ترى هذا قريبا ماشي بس دلدل يا وكلا وحرق إنتي سحر تولوجي ذو كلا أي لا ذا وان أما ما بس كصطور يا مركي تها وكلا أما طريقي دبك إنتي هي ستة لكن أد أبتها يعني أدي جوهن جوين إني كسب توبي كرت مركز سكلا وعندي كان إكرهها إكرهها لدقيس يعني مركز سكلا ما قواني لكن واللي بوتي لو هذا كلا سوكا بفتي كلا كلا قبتي كدي وافر وأنا فرني كيو الكرد عن وان تاسوكلي يعني وين تاس مركز كاسو كله مادة هاي نفرين كاسو مادة نفرين كاسو دعبان لأن هاي شيء كذا مركز أساس زيد على ذلك هذا مسألة النسيان
إذن وحي كم توحيابها شرعي جانا أو كريمك أو مركة إلهي سبحانه وتعالى نقع فيه علي هذا الشيخ. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف هدوي ما الإتلاف وهو معركتي بربر أكاني يثبت البدل ضمان بالغ الرواية بدل بأسقناني وينتفي التأثيم دنبي كل عدنا وكبت بالي عنه يساق حقيسي والزلل سنبرا حشيد وكبت بالي ومع هلغ وضع مع الناس. وعلي مثلا قفكي يعني أنا هالمانصن بان وحجبي أما إنت اللي خصقي بان وحسمي أما سي كما أبوحي غادعين إلا سبحانه وتعالى دنبي ما قبان إصوامك والله كرت. لكن مع الإتلاف كوب كان بان لوقت كله في تقرى أسكاله مانا أركي ووجبي وحلق الرابع إنا سوقده دنبي مليه لكن يحوان سوقده. هل كان مركوا ماشي إلي مسألة الضمان أو نصوص كلي أما أبيات كلمة إمان دونتا أيام كفا فاهم دوننا ومركي إن شاء الله سبحانه وتعالى لقارب سأي سنقول نقل مركا مصنق نقطة. لكن وان إن يرها دام دول مرسم بإنه أفعاش قفك بين آدم كؤسنا الله كامرنا يعني وحيد هالمان كل عاي أوكلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قفك صلاة كالسحلة أما هالماما وامحي بدل كالقربة وامحي إنه ديب دنبه كسو قدوه ما دام وديب دنبه كسو حسطة مهردي ديب دنبه كسو طوصي كفارة تأي الله. لكن مركي من هياد أي تهي وتنليه من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه وكدو وانت أيضا. إذا ما حلنا مركي قفك بين آدمك وحنا ووحي حقوق بين آدم لحر وحنا وحي لحر إلى الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أكتس وعفز بين آدم كان هلك وحا إمان دون مسألة دي لديه جري ضمانك وأن ملك الأدين دون الدبوع لي. ومن مسائل الأحكام أحكام تمسائل شيدة حالي كمتاي يثبت إيه ما با كمل يثبت سقناني في التبع رعيسك سقناني لا أي لا يثبت ما سقناني إذا استقل مركو قوني إسكو تاغو فوقع عرن كان هو دعوة تمام البيت وحربا إنو ليه وحربا إنو يلا هذا شيء وبابا شيء يقول رعيسين حكم كيسو ليه ما يثبت بالتبع سادرتي قفك بناء في التبع أحسن نعم على تابعي مطبوع على قهر الله أو كان كلا شقكم ملي مثلا قواعده وحاكم إذا قريبا كلا يبسني قريبا مركا محارع سيسا لول كيسا قدار رديسا فراها قريبا وفرايو وحالا وحي اللوا زمأ يا إسكالة وحا إسكالة قفك أن وحكا لوريك سني صمى ويسرع سين مثلا نينبا نينك لدين كله قف با وحي المركا نيو هبل دينك وكو قد دونا خلال سنة أنا نضمينك كفيل كيس أنا قوة نينك مركي نينك دينك اللوغها مركا اللي عفيه ضمينك موليب اللي قد قيه مكود ديك نضمينك نينك ضمينك كفيلك مايا مركا دي أصل كلا لسيد داية فرعنا ووراعيا يعني محور ربا ينوي لهذا مسألة والبابا وحي الله ذا هاي مسألة والباء مسألة كلا كفا جرتاي رعسا حكم كذا إلا هذا هل كاوي مركب معناها التي المامي مركب من سائل الأحكام هذا إمامك إمامك وكلا يعني بمعنى إمامك وكلا هدو سهوي أحكام تلقرر وإمامك أيو مأمونك أنا كو خصبين صامة مثلا حلقة هذا إمامك كده بحرتين هذا يسهون يكون مقطع إن أفرت الركعات إمامك سيدة تهينو أنتو كده عشي لكن إمامك وحي كده تهينو ها أنتو كده سدح ركعات أم وحي كده تهينو شن أنتو كده كده يسهو لي محلد وكهرية ما يوير والراعي ساوي مسائشة سوكل مركوان محي. ومن مسائل الأحكام أحكام تمسائشة لحالي كم انتهي يثبت أي ما يثبت وح سقناني أكمل في التبع راعيشك سقناني لا أي لا يثبت ما سقناني إذا استقل هدو قار النوضة كالي هداتها ملي الإمام هبل باخل ضمى أن قراض كقل ضمى ما فوقع أزمتان مركوان عاد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف عرف جينا معمول به ومن لغو عمل فليه إذا ورد هدو صأرر حكم أو صأرر من الشرع شرع حقيس أو كصأرر الشريف أشرفت لها حكم كاسو لم يحد أن لحددين قاعدنا وقاعدة أدعو لس أمهيمة وعربا إن ير إن الإذن ملعسي سن قاعدة أي جرت القواعد الكلية لدو أساس كأه
waxaan tirada badan aan daldaleen iyaga laga soo qaatay. Qaacidada koowaad waa qaacidadii inoo soo martay al-umuru bimaqasidiha, waa qaacidada koowaad, qaacida kulliya asaasiya. Talabaad, qaacidat al-yaqiin laa yazulu bishak, waa tii haddaan ka soo baxay. Qaacida kale aan ugu soo socoto waa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, ma inoo soo martay al-malayn. Qaacida kale waa in leh al-dharar aw al-darar yuzal. قاعده سنه محل مغا اعمال العرف وماشي دهن العاده محكمه ماشي دهن علماء قاعده marka waa qaacida muhiima urfiga luqada ahaan marka xaq ka tagna istilaah sharciiga wixii israaraa ee muqda lagu magacaabo xasiloonina leh hadaan yiraahdo taaraf an-naas ala kala dadka waxa ay isku yaqaaneen ama hadaan yiraahdo a'raafu as-sahab daruurta teeda soo muqata way indhaheena qabaneys asal ahaan kelmadu maasha sakatin urfiga marka waan kala qaybinaynaa marka urfigu wuxuu isugu jiraa wax mashruuc ah iyo waxa mashruuc ahayn sharciga khilaafsan wixii aan mashruuc ahayn sharciga khilaafsan bii hadrishada laga tuuray ila nusus buu duqayay waan ma mandana shuruudis hadii laakiin aan nususti diiniga ay aanu duqaynin sharciga waa soo dhaweyn urfigu waa soo dhaweynina urfigana maxaa niri caada iyo urfi maxay ku kala duwayeen caada waxa adiga ku gaar urfiguna waxa dadka isla yaqaan meesha normal ado hadaba midalan قرانك ان فربضان با واحد كو اركتني معروف اي معروف فكو اركتني صن معروف كو كلمه فضفاضه اكس الا ان لها البيجن مغا اي كو فديده اي عفك اي بوخينيس لينو ماشي الى مركو القران كو على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف نينك المها لو دلي وها سارن هوينيداس المها انو جينيس انو ارزقه oo bilkeeda bixiyo wa kiswatuhunna oo marashaayo waxay xiran lahayd uu siiyo ilaa beer bil macruuf adu macruuf marka malgi ilaa hadana wuxuu yiri markuu ka hadlay marka la kala tago calal muusici qadruhu calal muqutiri qadruhu mataacan bil macruuf kan ilaahay tanaadka uu ka dhigana qadartiisa kan risq xoogaa noocan maa shiidka waxba aanan haysanna qadartiisa mataacan bil macruuf macruuf buu hadanaydi هذا إلهي وحير حالها نك هي وليه وهيتيم كوحير فمن كان ومن كان فقيرا إيش فليأكل بالمعروف إلهي مركب مش يجين بقولك يصدق معونيا بقولك الله تن معونيا مشان بقول كرام بمشار لقعد أيوك قاصن كرام مالك مطمن كنا كرام وبيش لبحة إلهي مش يجين إلهي مش يجين هوين إذا لفوري المها إنه جنس أنت كوب بحيسه طمن كنا قران بيش أنت صادق مية اللي هاي شن كنا قران ديب مية اللي هاي مشارك كذا بقول كي وطمن بحمية اللي لا مش يجي سامي فاهمين إله مرك معروف بويلي هذا هو حال يري معروف محل يري بمعنى هو محرن كاو حال وقت عرفي ولذلك هوين إذا الله فري يورب جوكتا المها إنه جنسه المدة الله فري أفريقيا جوكتا مش كبير بين قنايا مش كبير بين قنايا على يا أفريقيا مرك جوكتا بقول دولار نيم ما يروح يتصنع halka kana kun dollar inay san ku filay soomaa macruuf markuu waa maxay xaaladdaas kala markay timaado ila xaq hukmun wara min sharci shariif oo aan la xadeynin oo aan la dhihin boqolkiiba inta aan la sheegin maxaa xadiday urfiga xadiday dadku maxay isla yaqaanaan halka ma fahmin soomaa gabad amir u dhalay reer laban ka dhalatay marka la guursaday wax ayadu ku baxay imida ma aragtay reer aan waxba haysan ka dhalatay isku si dadka tacaamulku ma midda noocan ma situation uu ka duwan yahay markay meeshan la joogay midda xagga joogta situation isku mid ma marka waxay ka mid tahay bil macruuf waa waxyaabaha curfiga loo yaqaan curfiga xadidiya masaaisha waxaa ka mid a matala oonu iman doonnaa matala hadda baabidka ah safarka intee salaada lagu gaabin karaa culimmadu way isku khilaafaan sooma ma sideetan ma intaasu arifoof waa la shisheeya qaar marka waxay curfigaa loo daynaya waxaa laga yaabaa annaga ree oslo haddii in dadku ay isku waafaqsan yihiin dadka norway jooga haddii inta la tago xuduudda ay dadku ka soo adeegtaan inay tahay masaafatu qasrin curfiga hadduu saayo qofku markuu baxay uu leeyahy beri safar baan gelaya oo dadku macsalaamayna safar baan gelaya hadduu yahay curfi hadduu yahay waxaan leenaha salaadina waad gaabinaysaa waadna afuri kartaa laakiin hadday leey may meeshan baan wax ka soo qabsanaya safar aanu u arkin oo dadka aanay u fahamsanayn xataa ha gaarsiisnaa intaasoo socdo safar maaha waa fahmi sooma curfigu marka waa wax dadku waxay isku yaqaanaa laakiin shardigan nebiga sal alla lay wasalam wuxuu kaloo yidhi markii hinda ay ugaga dacwootay odagaydii ay ti rasuul allah dhabcalnimo i gacan adayg baan ku arkay nin wax bixinaya maaha muxuu yihi nabiga khudii maa yakfiiki wa waladaki bilmacruuf adiga wax kugu filan ilmaha dhashay bilmacruuf aa maxay
waxa la wada in ku tartagtamiyay hal mar ay shootan ya kanadana isku furatamiyay ma yahay hal ra'in yar min ma'ruf hana kabad badini laakiin wixii asadii leed caanaha inta soo loo baahan yahay raashinka qudarta intaas isku fariis way inta hadaba shardi baa jira marka afar shardi shuruudul urf marka lagu amal fi afar ta shardi madaxina gelisan shardiga koowaad inuu yahay urfi jiro oo marna marka rabaan aan la kicin marka rabaan aan loo qabana suppression lagu sameeyay waanu sano urfi jiro inuu noqdo yani shay gaalib oo dadka in isla yaqaan laakiin hadii aan iyo adiga aanana shan tanan kaliya ama raato fikri isla yaqaan umadaha kale aanina la aqoon ka urfi ma waana dadka ma deegaanka degan ay isku waafaqsan yihiin waxaanu urfiin taawami shardiga laad muxuu yahay waanu shariicada khilaaf waanu shariicada khilaaf haddu shariicada khilaaf ayo kaas urfi ma nambarka saddexaad wuxuu yahay waanu shar urfigan hore u soo jiray oo hadda aan la sameeyin أنا ربعين على حمل مرصدة وأنا نسؤل لفن عرفي وأنا هرو أجري أيضا مثلا لو حيكمل تهاي مسائش مثلا وحبا لقيا با هدا نبا وحوم مرصدة هواين يبيع حوم مرصدة أنت صنع كهر بقى صنع كهر وأنا ليه كرت بقى لي جوج ضد جرا وعلى وله شيء وعلى وجه شيء ما أردتي أنت صو ريال إن إلا ذا ما أنت صو شيلين أو لعكتي بريجا جرتيا halkay marka gabadhii ama islaantii ayaa hadda meherkeedii loo baahday in la bixiyo 100 jir meherkii baa la raayin la bixiyo waxaan ku qiimeeynaa qiimaha riyaladka hadda jira mise riyaladka waa gaar jiray urfigu muxuu ahaa marka urfiga la isku qiimaan baa urfiga la isku qiimaan waa gaar jiray urfigu waa riyaladku inay sa ahaayeen kiiba lagu bixinayo marka masaladahaas warba iyadoo ka taagan hadii hore مثلا دمر كواجه اللي هو جوبي وكلا تمن كنا كار شيلين سومالي ما عندنا تمن كشيلين تمن كنا شيلين سومن حكته حتى بصل مرة عصامة محل جاي له برأي وفقي وكجرة رأي له روح الله خلاص هذا وحفي عن معقول هلا سي تاس وحام معن إلى تيها رأي اسمه بدلي سلوا هذا رأي مركو يجرا لكن بحثي بعد جري من منيع ولا هي هذا قرح بضن مسألة رنتي عن وقت بضن كه قاذنين سفي عن مسألة ودي رنتي إن تيها لو دايو inta doonta han noqoto walo yaanay hal karoon gaarsiisnaan imay baash in hadda macna loo yeelo qiimaha maanta 10 kun oo karoon ama 10 kun oo dollar maanta oo kala inay noqoto labada raay markay jiraan shardi afaraad uu urfigu leeyahay waa maxay waa in ma aragtay tasriix wax adeynay in urfiga la buri waa inuu san jirin hada midalan biyahas wale saardi nimbaan iskale maxaa maashu urfigu yahay dib yahay la soo hordhigay maxaa ani biya maxaa naga dhaxay ana abbi kar sooma laakin haddu cala soo yiraahdo biya ana inta dhigtay ma taaban kartid urfigaas tasriix ka dib sooma biya ma abbi kar idan urfi waa inuu san ka dambeyn wax burinayo tasriix declaration waa inuu san ka dambeyn laakin hadii inta raashin la soo hordhigo macneedu waa maxuu cuni kara laakin hadii leeyno raashinkan waa lagu soo agdhiga ma ahan adiga ma lihid urfiga marka waa buri إذن هل كان مركة تصريح حيوانو سنكت دنبين مسألة ذا إيضا يعني مثلا مسائيش وكالا وحال لم يدا وحال لحيرينا مثلا مهرك وكالا عربت وكالا هذا مركي نين هواني ومهر سنيو مهرك الله مدوي أمين وضبحيو إنتان أقل قلب آنو ديين أما مقدم مؤجل با بلين وح أدفانس الله بحين هافنا والهر مرينة هافنا قدابة لقب بحينة لكن إنك صوماليا كورما لبحيا محايا لبدي موي صوما hadda hadduu hor maray waxay leedahay goorma hadda gursatay goorma ay furrata marka urfi bay leeyeen marka masaa'isha soo kala masaa'isha caraafta ku taagan way asal ahaan saadartay fuqahaadu qaadidan waxay leeyeen al-aadatu muhakkama wa qaadatu ama al-haqiqatu tudarrak bidalalat al-aadan iyadan way jirta al-ma'rufu 'urfan kal-mashruuti shartan wa al-'urfu la yaqaan wa shartu al-ma'rufu bayna at-tujjar kal-mashruuti بينه وحي تجارة كده هي كلمة شر قواعدها صدام ما شخص أي مركة إلهي مركة وقيم الصلاة صلاة اللغة العربية حقيقة شرعية حقيقة وحيلة ذا صوم ما أردتي لغوية عرفية وحنكو حنبالنا صلاة والسارق والسارق إيه مسائش لم يتكأ هذا مثلا شريعة وكلا مركة لقيها اللي مسألة توق إن قعدت اللي قلت قوي وكلا شروط حكم إذا هضوح حضا وحرزي كجري حرزي أو ممعنى إلى شن شيئا مركا من الحرز بالي حرزي قضابط شرعي ومشيئي
lama sheegin xirsiga marka way ugu kala duunaan kara caadad kale ugu kala duunaan kara laga yaabo hadda xirsigu noqon karo qofka account-kiisa haduu dhaco noqon karta xirsiga wuxuu noqon karaa jeebkiisa haduu gacanta geli xirsigaas iyo wixii lamid waxay ka mid tahay waxyaabaha curfiga loo daayay marka aan ku soo celinayaa farqiga u dhexeeya curfigu oo waxa mujtamacdan kala dhexeeya halka uu yahay caadadan wax adiga marka ay gaar ku tahay oo kale mesela qofka hadii caadat almar'a fi alhayd hadii la haweeneeda caadadeeda xaydka oo kale dhiigga marku ku dhacay waa fardi iyada u noqonaya haddaan ilaahay mesela yaxrumu sawm yowm shak ila liman kana lahu caada fi sawm xadiiki ah qofka maalinka yowm shakiga qofka ma soomi kara qofkii caaday u ahaan jirtay fardi baa laga hadlaya laakiin markay taagan tahay jamac waa curfi wey kasoo gudub haddana wuxuu leeyahy معاجل المحظور وحل الرابي كي كد الدقاية قبل آنه هلي سؤال لقار كهر فقد باء وحول الله بتي بالخسران خسار الله بتي مع حرمانه هو جنتي سلالقى وحل الديدي هل كان محل قاتي وقاعدة يهد من استعجل إيش بشيء قبل أوانه عقب بحرمانه أف وحي يوضو وقتي آن لقار هدو إرادة وحي باب gacanta ku dhig qofka isaga xukumka sharciga israafka saaran ee ciqaabka uu leeyahay wixii loo diiday masalan nin baa wuxuu dilay qofku u dhaxli lahaa aabihii ama ciduu dhaxalka ku lahaa wuxuu isiri bal inta waqtigiisi la gaaray saad xoolahan ula wareegtay dil uu dilay dhaxal ma leeyahay maya maxaal waqtigii uu ka hor dhacay waa meesha leeyahay marka qaacidada ilaa laa yarithu alqaatil buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam qof wax dilay wax ma dhaxlo wama ilaa dalik min alumuur qawaacidda waxay ka mid tahay macruufka qaacidada sahlan waa markii waan dhaafayna wain ata atahriimu xaaraamtu haddii ay timaado fii nafsi alcamali isla camalkii la qabanayay aw shartihi aw fii sharti alcamali camalka shardigiisa hadday ku timaado faduu fasaadin mid fasaad u saaxibo wey iyo khalalin daldalaala laho bimacnaa khalal baa kuyin khalalku waa bimacnaa nuqsaan baa ku timid wey culimada baabkan marka la joogo nas baa soo aran mathala nahi ah waxaa ma samayn kartid baa la yidhi dabcan maxaa ma samayn kartid haddaan wixii alla imaado maxaa meesha ka dhashay wixiina fasaad lihi aan la qabanin asalka muxuu yahay beeca maxaa lagu talagalay in uu jiro transfer of ownership sooma wixiin aniga mobilkan baan kaa beeciyey ibadkan kaa beeciyey inuu aniga iga soo gudbo haddaan ahay baayic adoo mushtari inaad la wareegto sooma wixii haddaani raad meesha aanu ka imanayn samaradii beeca meesha haddaani dhalanayn oo ah in ownershipkii iyo lahaanshihii anigu aan iga soo gudbin adiga aanu kuusoo gudbin macno ma leh marka culimmadu ma kala saaraan alfaasid walbaatil usul fiqiga inugu soo martay laakiin xanafiyada way kala saaraan waxay leeyihin wixii wasfi ahaan loo diiday ayaa baatil ah xanaabilada waxay leeyihin faasidku waa waxa aan ijmaac ku guntamin inuu xaaraam yahay faasid yahay baatilkana yani maa lam yaqac ijmaac calaa taxriimi wafasaadi bay leeyihin baatilkana maa waqac ijmaac wuxuusan ijmaac ku guntamin kan kalena waa wixii ijmaac uu ku guntamin masalada waxaa ka mid a masalan nikaaxu lmutc oo kale maxay leeyihin waa baatil maxaa yeele ijmaac ah in mutcu xaaraam ay tahay laakiin nikaax bilaa weli ijmaac kuma dhicin soo maa maxay leeyihin macnaha kale ku cabireen halkaa waxay ka mid tahay waa adi masalo oo u laabanaysa hadalkii wixii hadda aanu soo tilmaamin masaladan waxaan kusoo dul istaagnay markii la marayay baabkaas walidaalika afcaasha waan kala saarayna ficil la yidhi ma samayn kartid ficilka waxaan leenahay qofkii la yimaada waa faasid ictibaarna ma leh masalan zinada la iska reebay zinadii qofkii uu zinaystay aahaarta meesha ka dhashay maxaa meesha noqonaysaa yani nasabkii shaqo kuma leh khalaas ninkan hadduu naagtan ka zinaysto oo ilmo meesha yimaadaan shaqo iskuma leh maxaa yeele asalkii waxaa la diiday dhaat alficil zinadii baa la diiday waxaa dhici karta in wasfi ahaan la diiday ama shardigii la diiday masalan waxaa la yidhi awqaad waxaa jirta ma tukan kartaa lana yidhi masalan bacd alfajar bacd salaat alcasr laa tusalli bacd alcasr laa salaa bacd alcasr waatan la yidhi soo ma maxaa naloo diiday salaada lama diidane waxaa la diidan yahay xilliga ay salaada dhacays wasfigaa la diiday halkan marka xanafiyada waxay yihin waa faasid oo baatil maaha halka qolada kale ay si kale markaa ku tilmaamayso nooca saddexaad wuxuu yahay anwaac nahyi wax nahyigii can ilwasf wasigaa loo diiday laakiin lama sheegin alcaql lama sheegin masalan hadda shariicadu waxay la timid labsu lxariir ragga ma xiran karaan xariirta
ka waran haduu nin intuu dhar xariiray intuu xirto salaad ku tukado salaadiis ma saxaysa jumhuurta waxay leeyihin salaadiis waa saxda laakiin dambi baa saaran xanaabiladu maxay leeyihin ma asixin oo siday suurtagal ku tahay qof mutalabis bilmacsi isagoo ku jiro suu ilaahay subxaana wa tacala hor istaagi karaa waxaa la mid ah masaladii kale ee aan ku soo mithaalinay guri uu bilqaystay buu ku dhex tukanayaaba salaadiis ma saxda salaadiisu waa shay waa masaladii aan ku soo tilmaanay usuul fiqiga infikaaka aljahati wa kala saarina salaadiisa ninkan way ka gudan waa ka gudantay khalaas laakiin dembigu ku jiraa soo ma okay guri riba lagu gatay ma lagu tukan karaa ii masaajid riba lagu gatay ma lagu tukan karaa infikaaka aljahati wa kala saarina salaadan way ka gudday laakiin ninkii ribadan galay oo ku dhacay isagii u taal marka wuxuu soo qoray jaamac baa la daalay laakiin ballanto kitaabku ayna dhameeyno insha Allah haddii doontaan pauseer waxaan qaadanayna break yaro shan daqiiqo saas kid waa soo laabanayna in yaro break aan kadi doonaa waa kitaabku inta dambe iska sahlanta insha Allah marka macnaha marka la tilmaamo hadda waxaan leenahay marka wixii way dhaceen laakiin wabaabku waa sidaas weeyo howlahaas oo dhan waxaa soo gelaya walyaalika masaa'isha badanaa ee fataawideeda wax walba in lagu degdega maaha wax walba inay ku kala saaran yihiin wuxuu leeyahay haddana sheekha raxmatullaahi calayhi wa inaa tatahriimu fi nafsi alcamali aw shartihi faduu fasaadin wa khalal masaladan oo faahfaahsan usuul fiqigan ugu soo martay iyadoo jawaanib badan aan kaga nimid wamutlifun mu'diihi wamutlifun midka baaba ka dhigay mu'diihi kan isaga dhibaya التلف أكينا ليس يضمن ما الضمان بعد الدفاع مركو اسدفاعه بالتي مدي مركو اسكو الدفاعه هي يضب أحسن واناك بضن محالك ولا هوشاس يعني بمعنى أصل كوحو يهي قفك إنو سوح الظلم لكن هديل الظلميو قفك رياكشن باك إيماني كعن بالغلسو آذي حبا رياكشن بضل إيمانيسا إلى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق عدة وضضوا أي سارنتها يؤدن بها القلوة ضدك الدلمي أرضى إلهي نفس هذه إلى فلا عدوان إيش فلا عدوان إلا على الظالمين مركة أصل وحاق قلوة الدلة وقت النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي أسوى الدعوة من مدك قعنتك قنيني بدأ مدك كلا intu gacan saawqan iyo markii marku wuxuu siiray kala bax bal gacanta saa marku u labaxay bay ilkiisana kii kala soo raaceen nabiga sallallahu alayhi wasallam kii marku wuxuu raadinayay moqta indiya la siiyay ilig baa laga tooray oo inuu qaniinay marka siri yuddu ahadukum yada akhih kal fahl la diyata lahu midkii midka kale walaalkii gacantii wuxuu u qaniinay sida ratigo kale wax diyaamalida socod halka waa maxay qofka dulmiga waday ayaa banaanka la digay نبي يقول كلو يري من اطلع في بيت قوم ففقئت عينه فلا دية له قف في قل عيد الله انت البابك عندها سو صارتي الضلدلاله الراوي انه وحي سمينن وكفيريو كدب انت لا سو شيش دغ انت لو تور حد ايش او ماشا او كوايو ديما له ديما لها ما هي له اسغا تلف كلي هضبه لكن ماشا وحا ليري marka mutlif hada talaf okay انت قفك ادي كو ديبي واخو كوما لها لكن مثلا waxba ku soo weeraray yani mesela gaariga kugu soo socdo kugu dheeray ama ba misal ki culimada idii jireen oo kale mesela martiba isku dayay inuu marka ku soo weeraro kadib qof wuxuu siiri noocan ma iska celi waxa ku soo weeraray wixii iska celis hadii xaala hadii xayawaan ka saa ku dhinto ama gaariga muraayid ay ka jabaan oo kale ama taayirada ay finish ka noqdaan oo kale wax damaan ku saaran mala maxaa billati hi ahsan ba iska celin la faaga la badbaadiso معناها مركة التلمامي هو فقه مركة التلمامي هذه الحالة وح لا ذهي أما أكسارا ملها وحليه مركة ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن وحكى الله كلا سارة مسألة كلا إذا لحرية مثلا مسألة قاعدة يا جرت مهم وإن كبرا لنا أي تحي وحاجر حالات أنو ضمان كأنو دعين مثلا حجك قفك مركو إحرامية تلنا ما حيري كرو مانا جاري كرو حدي ما جاري كرو لكن كورا هدي قفك تنتيا قبتي
تن قبتان قفك لما صعنك روح حيري علن وحكا فارا مصار محالي إذا هم قفك كيمد أذيذا كتم وحي كتمد من ذات المؤذي من ذات التلف شيء كان لماذا كتم لكن قبل ينجلو كشي تنتبه حيرتي كفارة ما لقربا عديك عجز والله قربا صمم محان كفارة كان وقال قادة أنا كيه ربو حيرتي محال وقال قادة محايا لو حان لان نهي تنت كما إيمان وحو كي من أمر كلا إنجلتي كتم كما إيمان تنت وفهم صمم طيب عديبا نفتكو كنتو مال جيركا كمي دي قشي ما أنت نو حنون باكو هاي إحرام محرم نوات عديدي واسكا جرتي ما كفارة كسارن كما صارن لكن هدي وحكلا رنجي كوكو دقانو وكلا إيه وحكلا هدي هين مركز كفارة بحينيس هل كافيقي أهان إني مسألة نوكلا صارناتو مركو عن قادان إنا طوان دقيقة وبريغة كدي ما أصول الله بإنه وبالله توفيق.